بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا بحمد الله عز وجل قد تحدثنا عن سرية نخلة في العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت في شهر رجب، وفيها وصل المسلمون إلى مكان اسمه نخلة بين الطائف وبين مكة، ورصدوا بها عيرا لقريش، وقتلوا واحدا ممن كان في هذه القافلة التجارية، وهو عمرو ابن الحضرمي، وأسروا رجلين وأفلت رجل، وأخذوا العير بما فيها وما عليها غنيمة، وكان هذا في شهر رجب. فتكلم الكفار ونشروا الدعايات يشنعون بالمسلمين كيف يقتلون في الشهر الحرام، ونزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات تعقيبا على سرية نخلة، وبعد هذه السرية استشعرت قريش الخطر الداهم، فالتجارة من ناحية الجنوب وصل إليها المسلمون، ونجحوا في أخذ هذه القافلة بما عليها، بل وقتلوا رجلا وأسروا رجلين، فأخذوا أموال وقتلوا رجل وأسرى، أخذوا أموال وأسرى وقتلوا، فاستشعروا الخطر. والطريق المؤدي إلى الشام كان المسلمون قد تعرضوا للقوافل في عدد من السرايا والغزوات، فأصبح الاقتصاد القرشي مهددا من كل النواحي، من كل النواحي،
كانت هذه مرحلة خطيرة جدا. بعد سرية نخلة والقائد الإسلامي فيها كان هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه، بعد هذه السرية نزلت آيات قرآنية، والقرآن من عند الله عز وجل، نزلت آيات عديدة منها قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. آيات دي مرحلة جديدة. لما كان المسلمين في مكة قبل الهجرة كانوا مأمورين بالكف عن القتال، ممنوع القتال، وهذا مذكور في قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. الآيات دي في أولها إيه؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لما كانوا في مكة، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فلما كتب عليهم القتال، في المدينة بقى، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يبقى بنعرف من الآيات دي إن المسلمين في مكة كانوا مأمورين بالكف، ممنوعين من القتال، ممنوع القتال. لما راحوا المدينة وبعد سرية نخلة نزلت هذه الآيات: وقاتلوا، شوف أولها إيه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى دي مرحلة جديدة، وربنا هو اللي بيأمر وينهى سبحانه، له الأمر وله الحكم، الأمر أمره والحكم حكمه والشرع شرعه، الحلال ما أحله والحرام ما حرم. المسلمين يتحركون بوحي، بقرآن، بأوامر من عند الله. في مكة يقال لهم كفوا أيديكم فيكفوا أيديهم، خلاص. في المدينة يقال لهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يبقى حيقاتلوا في سبيل الله. المسلم عبد لله في جميع الأحوال، يقال له قاتل يقول سمعا وطاعة، امتنع من القتال سمعا وطاعة، ينقاد، لا يتحرك تبعا لهواه أبدا. المسلم ما يتصرف بهواه،
انا عايز اقاتل دلوقتي. لا، مش انت عايز تقاتل، انت ممنوع دلوقتي خلاص. طب في المدينة قاتل. قل حاضر، سمع وطاع. العبودية، الانقياد، التسليم لأمر الله عز وجل، كل دي معاني إيمانية، معاني إيمانية. فبقول لك مرحلة جديدة بدأت، والمسلمين ما اختاروهاش، ده القرآن بينزل، القرآن بينزل بيوجههم بيعرفهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دي أداب الحرب في الإسلام. الحرب في الإسلام أخلاقية، أخلاقية لها حكم وغايات، ليست عشوائية هكذا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي مكان. الكفار دول بيقتلوا المسلمين فيقتلون في أي مكان. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. مسلمين في المدينة والكفار لسه عايشين في مكة وهم اللي مسيطرين عليه، فربنا يقول للمسلمين أخرجوهم من حيث أخرجوهم، يعني طلعوهم من مكة. يبقى لابد من تحرير مكة ودخول مكة. دي توجيهات القرآن إلى آخر الآيات التي استمعنا إليها. فدي مرحلة جديدة من عند الله عز وجل، لا المسلمين اختاروها ولا المسلمين حددوها، الأمر لله. ثم نزلت آيات أخرى، وهي قول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. آيات بتنزل، وحي نازل من السماء. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يبقى الآيات دي فيها أمر بالقتال شديد بلا هوادة، وفيها تحديد المكان الذي يضرب فيه الكافر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب على الرقبة وطير، هذا أمر الله، ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الله. آيات واضحة في القرآن في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة تسمى بسورة القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني الضرب للقتل. فالمسلمين يعرفوا ايه؟ ان اللي يضرب يضرب عشان هيموت اللي قدامه، مش هيجرحه، لا مش هيعوره، يضرب عشان يطير الرقبة. حتى اذا اثخنتموهم، قتلتوا فيهم كتير، فايه؟ فشدوا الوثاق. يبقى بعد ايه ما نقتل منهم كتير، اي ناخد اسرى بقى،
فإما منّا بعد الأسرى دول إما نمن عليهم كده نطلق سراحهم ها، وإما إيه فداء إما ناخد منهم فدية حسب الوضع. فدي آيات جديدة جدا تعلم المسلمين فنون القتال، أماكن القتال، القتال يوصل لحد فين، نعمل إيه في القتال، إيه المطلوب في القتال، أوامر من عند الله عز وجل، هذه آيات في القرآن، ونزلت آيات تحذر الذين في قلوبهم مرض. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لما القتال كتب، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف إلى آخر الآيات. فالآيات بتقول إن في عراك دامي قادم في نفس قلوبهم مرض، دول هيخافوا، والذين في قلوبهم الإيمان واليقين دول هيثبتوا ويقاتلوا. آيات بتبين المرحلة اللي جاية إيه. زي ما قلت لك سرية نخلة كان في شهر رجب، في شهر شعبان الشهر اللي بعد منه على طول نزلت آيات أخرى، كل شوية بتنزل آيات، آيات الوحي يعني حمية وتتابع، في تتابع في الآيات، نزلت آيات في موضوع تاني. إيه الموضوع تاني؟ موضوع القبلة، لأن لحد شهر شعبان نص شهر شعبان كان المسلمين بيصلوا ناحية الشمال ناحية بيت المقدس فوق، فالأمر الجديد نزل إن هيحولوا وجوههم تبقى ناحية الكعبة ناحية الجنوب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى آخر الآيات. وأولها طبعا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. آيات بتقول للمسلمين إن القبلة الجديدة بتاعتكم الكعبة، والكعبة في أيدي الكفار المشركين، فلا بد من تحريرها. كيف تكون القبلة أسيرة؟ كيف تكون القبلة أسيرة؟ مكان القبلة محتل. فالآيات تشجع المسلمين إن هم يحرروا مكة
يستنقذوها من أيدي الكفار والمشركين، ففيها القبلة، فيها الكعبة. شوف دي آيات بتنزل وراء بعض، بتهيئ المسلمين في مرحلة قادمة، في عراك، في قتال، في صدام، مرحلة قادمة، آيات فيها موضوعات متعددة ومعاني متعددة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. اللي دخل الذين أوتوا الكتاب والحق في موضوع القبلة الكعبة، لأن هذه القبلة، هذه الكعبة موصوفة في كتب أهل الكتاب، في التوراة، في العهد القديم، التي يؤمن بها اليهود ويؤمن بها النصارى، مذكورة صفات مكة المكرمة، ولكنهم يؤولونها على أنها بيت المقدس، فيه وصف لمدينة في التوراة، مدينة مربعة، ما فيش مدينة في الدنيا كلها مربعة متساوية الطول والعرض والارتفاع، ما فيش مدينة، إنما هو الوصف ينطبق على الكعبة. إنما عندهم تحريفات، عندهم تحريفات، اللي كتب كتب من ذكرياته، من حفظه، فدخل حاجات في بعض. إنما النص فيه وصف للكعبة، لما يتكلم عن مدينة مربعة متساوية الطول والعرض والارتفاع، ما فيش مدينة في الدنيا طول بعرض بارتفاع، ما فيش خالص إطلاقا. الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي ينطبق عليها طول وعرض وارتفاع هي الكعبة، بيت الله. والمدينة دي أوصفها في النصوص عندهم أن فيها حجرا يشبه حجر اليشب. عجيبة جدا. طب ما احنا عندنا الحجر الأسود في الكعبة، والمدينة دي فيها ماء الحياة، من طلبه يأخذه مجانا. عجيب، احنا عندنا مية زمزم مجانا. وهذه المدينة لا تغلق أبوابها ليلا ولا نهارا. عجيب، ما احنا عندنا الطواف بالليل وبالنهار لا يتوقف أبدا. وهذه المدينة لا يدخلها شيء نجس أبدا. عجيب، ما الكعبة لا يدخلها إلا المسلمون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الحاجة العجيبة أن هذه المدينة تكون في وسط شعب الله. عجيبة، ما احنا عندنا الكعبة المسلمين بيطوفوا حوالين منها، أوصاف لا تنطبق إلا على الكعبة وإلا على مكة. فربنا قال لنا إيه في الكلام عن القبلة؟ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. عارفين هي دي الحق، وهي دي قبلة المسلمين، وهي المذكورة في الكتب، في الكتب بتاعتهم، وإن المسلمين لازم تبقى هي دي قبلتهم. عرفت؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وبعديها الآية اللي بعد منها آية كده: وإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفوا القرآن زي ما عارفين أولادهم، ويعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون الكعبة كما يعرفون أبناءهم العلماء منهم. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الحق. الإسلام الحق والحقيقة. اللي بيدور على الحق من غير هوى هيوصله. بس في ناس يا جماعة يعرفوا الحق بس مش عايزين يعترفوا بيه، مش راضيين. نوعيات مريضة، نفوس مريضة. ليها أمثلة، يعني في أمثلة كتيرة جدا مش عايز أقول عليها، بس هقول لك مثال بسيط الناس بيعملوه في حياتهم كتير. واحد حرامي سرق، تيجي تقول له يا فلان أنت سرقت، تقول لك لا ما سرقتش. ما أنت عارف الحق، ليه بتقول لا؟ قول سرقت. لا، يقول لك لا ما سرقتش. لا أنت سرقت، يقول لك والله ما سرقت. ما أنت عارف الحق، أنت ليه بتنكر؟ أنت ليه بتحلف؟ أنت ليه مش عايز تعترف؟ أنت ليه مش عايز تقر؟ أنت ليه بتجحد؟ أنت ليه بتكذب؟ أنت عارف إن أنت كذاب، أنت عارف إن أنت كذاب، تنكر ليه؟ ليه بتجحد؟ ليه بتحلف؟ يبقى عارف من جوه بس قدامك يقولك لا والله، والله يقولك لا والله، ده أنا كنت في حتة، لا والله ما أنا، ده أنا ولا شفت حاجة ولا خدت حاجة، أنا بريء، أنت بتفتري عليا، يقولك كذاب ويشنع. مش في نفسيات كده؟ نوعيات. في فقر في الدين بقى، في الدين برضو في كده. يبقى واحد عارف ان هو على الباطل، هو اللي على الباطل وعارف ان انت صاحب الحق، يقول لك لا والله انا بريء، انت اللي غلطان، انت ظالم، هو اللي غلطان مش عايز يعترف. نفسيات كده. في الدين في كده، الحق واضح جدا، في القرآن واضح، في الإنجيل واضح، في التوراة واضح، بس بعض الناس يبقى عارفين الحق فين ويجحدوه وينكروه. وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عارفين أنت صادق بس بيجحدوا. لقد علمت ما هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ربنا قال عن فرعون وآله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، على يقين سيدنا موسى صح، صاحب حق، جحدوا بالآيات. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه جحدوا بها؟ ظلما وعلوا. شوف، فنزلت آيات عن القبلة. أنا اللي دخلنا في الموضوع ده إيه؟ القبلة. نزل تحويل القبلة 15 شعبان. شوف، آيات نزلت، آيات بتنزل، فبدأت مرحلة جديدة. شهر رجب كان فيه سرية نخلة، ونزلت آيات ما بين في شهر رجب عن القتال وفنون القتال وحكم القتال وغايات القتال وآداب القتال. وبعد كده في شهر شعبان نزل الأمر بتحويل القبلة. بقى المسلمين في المدينة وعارفين القبلة بتاعتهم أسيرة. كان في قبلة الأولانية اللي هي إلى بيت المقدس، بس دي بعيدة، في عدو قريب كفار قريش، وفي عدو بعيد الرومان، نصارى الرومان.
فبقى القبلة الجديدة في أيدي العدو القريب، يبقى هو ده اللي هنحاربه الأول لاستخلاص واستنقاذ قبلة المسلمين. في شهر جماد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه في غزوة سميت بغزوة ذي العشيرة، لأن النبي وصل إلى مكان اسمه ذي العشيرة. كان النبي خرج في 200 من المسلمين في طلب قافلة تجارية خرجت من مكة وسلكت طريق الساحل إلى الشام. النبي خرج يطلبها فكانت القافلة قد مرت عدت في الوقت اللي تقريبا قربت ترجع في مكة، لأن القوافل كانت بتاخد وقت تقريبا محدد، السكة قد كده وبيعودوا يبيعوا اللي معاهم ويشتروا الجديد في مدة قد كده ويرجعوا في مدة قد كده، يبقى تقريبا هترجع تقريبا في المدة الفلانية. فلما اقترب ميعاد رجوع القافلة اللي أفلتت في ذي العشيرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد يتحسسان أخبار القافلة ويرجع يشوفوها كده عددها كام وإيه اللي فيها ورجعت إمتى وخط سيرها إيه، معلومات. وفعلا خرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وانطلق وكمن في مكان اسمه الحوراء. الحوراء ده يعني مكان احنا نوصفه بالمعنى المعاصر بتاعنا كأنه استراحة على الطريق. عارفين الناس اللي بيسافروا بيبقى في استراحات محددة في الطريق، مثلا اللي رايح القاهرة بيعدي على الريست هاوس مثلا، اللي سمعني عارف الريست هاوس، واللي ما يعرفش دي برضو استراحة في نص الطريق ما بين القاهرة واسكندرية. او في بعض الناس يحب ينزلوا في الفرسان، عارفينها؟ تعرفوهاش؟ اللي سافر عارف، اللي عرفت الاستراحات دي بيبقى فيها مكان مطعم ومسجد والناس يقعدوا يستريحوا ياكلوا ويشربوا حاجة ويصلوا، استراحات في الطريق. الحوراء مكان على الطريق هتمر بيه القافلة، لازم هتعدي من الحتة دي. فسيدنا طلحة رضي الله عنه، سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه، كمنا في الحوراء داروا يعني، حتى مر أبو سفيان ومعه العير. فعلا عدوا جم في التوقيت. ايه المعلومات اللي تتعلق بالعير دي؟ العير دي فيها 1000 جمل موقرة محملة بأنواع من البضائع والأموال تقدر 50,000 دينار ذهب، هذا ضخم جدا. 1000 جمل، ده 1000 جمل لوحدهم لو فاضيين غنيمة. فيها بقى الأموال بتاع قريش تقريبا كلها، ضربة اقتصادية لو خدنا العير دي خلاص قريش تفلس، ترفع الراية ما تبقاش قوة عظمى. عرفت؟ طيب والحرس اللي مع القافلة كام؟ 40. حلوة جدا 40. فاكرين القوافل؟ كلمتكم عنها قبل كده، كان بيبقى فيها ايه 300 و200 وحاجات ارقام كبيرة. المرة دي في قافلة جاية معها 40 بس وفيها 1000 جمل وحوالي 50,000 دينار ذهبي. بسرعة عاد طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين: هذه عير قريش، اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. طيب فالمسلمين بدأوا يجهزوا بسرعة. استأذن أعداد من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتوا بخيولهم من مكان اسمه العالية في المدينة ناحية قباء مثلا شوية أو
بعيد شوية عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اللي قالهم الخبر استأذنوا النبي هنروح نجيب الخيل ونرجع. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخرج من كان جاهزا ومن كان تحته فرسه. اللي جاهز دلوقتي يطلع دلوقتي. عشان كده خرجت أعداد إيه؟ قليلة. كام؟ حوالي 86 من المهاجرين، 61 من الأوس، 170 من الخزرج، يعني 230 231 تقريبا مثلا من الأنصار لوحديهم. ودي أول مرة الأنصار يطلعوا بالنسبة بالنظر إلى الغزوات والسرايا السابقة، أول مرة يطلعوا الأنصار. النبي شجع المسلمين الخروج بسرعة، اللي جاهز اللي معاه الفرس بتاعه جاهز دلوقتي مش هيروح يجيبه. فاللي جاهز طلع، المهاجرين طلعوا 86 83 82 في العدد ده، والأنصار الأوس والخزرج من الأوس طلع 61 والخزرج طلع منهم 170، يعني تقريبا من الأوس من الأنصار 231 ومن المهاجرين 86، يعني العدد الإجمالي كله 317 314 313 300 وحاجة على عدة أصحاب طالوت. وخرجوا بسرعة. النبي خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام. بدر، مكان بدر بالنسبة للمدينة تقريبا في هذا الاتجاه. فالنبي خرج للطريق بتاع مكة ثم انحرف إلى بدر. النبي راح في الطريق بتاع مكة اللي هو طريق السعد، القافلة جاية كده. فالنبي راح في طريق مكة ثم انحرف إلى بدر، راح عند بدر قريب من بدر. وهناك أرسل من يتحسسون الأخبار. مين؟ رجل اسمه بوسيس ابن عمر. بعض الكتب تكتبه بوسبوس أو بوسيس ابن عمر، النطق باللفظ الصحيح لا يضر، هو الصحابي رضي الله عنه وارضاه، ربنا يعلم اسمه ورسمه ووصفه. والصحابي الثاني اسمه عدي بن أبي الزغباء. الاثنين من جهينا، عشان اللي من جهينا ايه يبقى يعتز بهذا الإنجاز، يعني اثنين من جهينا رضي الله عن جهينا المسلمين يعني الموحدين بالله. طب النبي لما طلع عليه الصلاة والسلام ايه الجيش اللي معاه؟ 313 زي ما قلت لك، او 314 317 بالحد الاكثر، ومعه فرسان، اثنين بس كل واحد ركب على فرس. مين هم؟ سيدنا المقداد ابن الاسود وسيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنهم. ده ركب على فرس وده ركب على فرس. امال فين الفرسان؟ فين الخيول؟ فين يا جماعه الخيول؟ كانت بعيدة. أصحاب الخيول لما قالوا نروح نجيب الخيول النبي رفض عليه الصلاة والسلام. اللي جاهز دلوقتي. أمال اللي طالعين طالعين إيه؟ على جمال. جمال. الجمل في الحرب ما يسعفش زي الفرس، الحصان له مهارات في الميدان. الجمل ما يسعفش. فالمسلمين طلعوا على الجمال عشان يروحوا بسرعة، أصل دي قافلة. مش محتاجة فرس، مش محتاجة خيل، دي قافلة. والمسلمين 313 والقافلة 40، مش محتاجين حصنة كتير ولا حاجة. طلع في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دول معاهم كم جمل؟ 70 جمل. متخيل؟ لأن كان بسرعة. اللي جاهز دلوقتي بالركوبة بتاعته يطلع، اللي جاهز 70 جمل بس على 313 مثلا، 70 جمل، يبقى كل كام واحد على جمل؟ 300
على 70، 30 على 7 في الكام؟ 4 وشوية كده. كل 4 تنفار على جمل. طب انت بتخيل 4 تنفار هيركبوا على جمل؟ هيبدلوا، هيمشوا مسافة كبيرة. عارف بدر دي بينها وبين المدينة حوالي 230 كيلو، 230 كيلو مسافة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمل، ومعه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وعلي ابن أبي طالب، الثلاثة على جمل. فاللي 3 على جمل، واللي 4 على جمل، واللي 5 على جمل، واللي 6 على جمل. في الطريق عرض علي ابن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب في نوبته. سيدنا علي يقول له لما تيجي النوبة عليا أنا متنازع عن نوبتي، أنا همشي وتركب أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي برضو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك له نوبته. قال النوبة بتاعتي أنا كمان مش عايز أركب، النبي يركب، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم أداب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عندهم احترام، عندهم توقير للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي يقول له أنا همشي. طب ده 230 كيلو همشي. سيدنا مرثد أنا همشي. فالنبي يقول لهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ ما أنتما بأقوى مني على المشي. أمشي قدكم برضه أقوى منكم. ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى عنكما من الأجر. فاكريني غني عن الأجر وأنتم محتاجين؟ ما أنا محتاج. عليه الصلاة والسلام. اللي يعرف النبي يحبه عليه الصلاة والسلام. اللي ما يعرفوش أخلاق النبي، معاملات النبي، ما يعرفوش النبي، دول محرومين، دول مساكين، دول مساكين مخذولين محرومين غير موفقين. الحمد لله ان ربنا اختارنا من بين الامم وجعلنا من امه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا علي يقول له انا همشي، سيدنا مرثد يقول له انا همشي، النبي يقول لهم لا، لم يقبل عليه الصلاه والسلام. ممكن واحد تاني يقبل، ده يمشي الخلق كلهم وراه. لا انا ما يبلش. ما انتما باقوى مني على المشي. عندكم صحة؟ الحمد لله عندي صحة، كأن معنى كلام النبي كده. عندكم قوة؟ عندي قوة الحمد لله. طب انتوا عايزين اجر، ما سيدنا علي عايز يمشي تغبر قدماه في سبيل الله ثواب واجر. النبي يقول له انا عايز ثواب. النوبة بتاعتك هتركب، وانت النوبة بتاعتك هتركب، والنبي هيمشي عليه الصلاة والسلام مرحلتين. شوف الجيش طلع ومعاه سلاح متواضع، زي ما قلت لك الخيول موجودة في المدينة، بس لسه أصحابها كانوا يروحوا يجيبوها، النبي ما رضاش، أصحاب الخيول خليهم. طب والسلاح؟ مفيش وقت لجمع السلاح، المتيسر خدوه، لأن الموضوع موضوع قافلة معها 40 راجل مش محتاجة حاجة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سريعا حتى خرج على بدر، وقريبا من بدر أرسل بسيس ابن عمر وعدي بن أبي الزغباء الجهني، ده جهني وده جهني، يتحسسان الأخبار، يعني بعتهم بسرعة الأول يروح، فراحوا يتحسسوا الأخبار. أما أبو سفيان لما اقترب من المدينة كان في غاية الحيطة والحذر، هو راجع برضو، أبو سفيان برضو عقلي مش ساهل. لما قرب من المدينة هو عنده خبر بالسرايا ديت والغزوات ديت، فبعت عين المدينة نروح بسرعة المدينة نشوف إيه أخبار أهل المدينة قبل ما يحصل، قبل ما يحصل المدينة بمسافة. بعت عين المسلمين دلوقتي قريب من البدر، هو بعت عين المدينة، واحد دخل المدينة
جمع الأخبار عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع هو والصحابة. فالعين رجع لأبو سفيان قال له خرجوا لطلب العير. شفت الحيطة بتاعت أبو سفيان عمل إيه؟ فوقف مكانه، وقف وراح جاي باعت رسالة تانية مستعجلة إلى قريش، يقول لهم أموالكم تعرض لها محمد ولا أرى أن تدركوها، وأنا شايف أنه مش هتحصلوها كمان. طبعا الرسالة دي إيه؟ لما يقول لهم مش هتحصلوها يعني مفيش وقت، تعالوا هوا جري ريح. استأجر رجلا من غفار، مأجر واحد قال له روح بلغ الرسالة دي لقريش. اسمه إيه؟ اسمه ضمضم الغفاري. استأجره يعني اداله أجرة وقال له روح بلغ الرسالة بسرعة لقريش. فضمضم قابض واخد الأجرة مسبقا، فقطع المسافة في زمن قياسي، وأول ما قرب من مكة كده شوية جدع أنفه، يعني عور نفسه في مناخيره، يعني يعور نفسه. ده شغال بزمة قوي، ده مش خد الفلوس وقال لك بس اما اروح بقول كلمتين واضحك على ابو سفيان يبقى يقابلني بعد كده بشوف لي تاني. واخد فلوس قابض، فاول ما قرب جدع انفه، عور نفسه في مناخيره. في ناس بتعملها، انت عارف دلوقتي مثلا واحد يتبلى على واحد ولا حاجه بيروح يعور نفسه، يروح يعمل له محضر وتقرير طبي. يعني عجيبة أحوال الناس، يعني أنت عور نفسك وأنت عارف أن أنت كمان ظالم، بس عشان تسبق أنت وتطلعه هو اللي ظالم تروح تعور نفسك. سمعت عن بعض الناس، واحد أو واحدة قريب أوي راح عور نفسه تعويرات، يا شلفت وشه خالص، شلفت وشه خالص، هو اللي غلطان، ظالم ظالم ومشلفت وشه. ده ازاي جت له الجرأة دي؟ ده يعني ايه النفسيات دي؟ ويعور طاخ بالموس، ويعور طاخ، يعني ايه القلب الجامد ده؟ نايته. فضمضم اول ما عرب جدع انفه، جاي معور نفسه في مناخيره، وحول رحله، رجع بالعكس، يعني ايه شويه يمشي بالعكس وشويه يمشي كده. وقال يا معشر قريش، وجعل يلطم، يا معشر قريش اللطيمة، اللطيمة كلمة اللطيمة يعني القافلة التجارية، اللطيمة اللطيمة، قد تعرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث، الحقوني الحقوني، الحقوا الحقوا. اللي سمعوا الكلام وشافوا المنظر ف اشتاطوا من الغضب، غضب وغيظ، فأوعبوا في الخروج، يلا 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 كله يطلع، كله يطلع بسرعة. فجمعوا كام؟ 1300 المسلمين، 300 مجمعين، 1300. وقالوا البعض أيظن محمد وأصحابه أن هذه العير كعير ابن الحضرمي؟ فاكرين عير ابن الحضرمي دي؟ عمرو ابن الحضرمي اللي اتقتل في سرية نخل. قالوا أيظن محمد وأصحابه أن هذا العير كعير ابن الحضرمي؟ لا يكون هذا. فأوعبوا في الخروج، فكانوا بين اثنين، إما خارج وإما مرسل بدله أحدا. يعني اللي موجود في مكة الناس المشاهير والسادة والأحرار وكده، يا إما طلع بنفسه يا إما مطلع واحد بدل منه. إزاي بدل منه؟ كل واحد يقول يعني إيه؟ واحد زي أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلعش في غزوة بدر، أمال كان له دين عند رجل فأرسله بدلا منه. شفت الدين تقيل إزاي؟ الدين دين تقيل صعب. قال له بالدين تطلع بدالي، فطلع. يقول له لا كمان،
طبعا شفت أوعبوا في الخروج فبا فكانوا 1300. طيب وبعدين هيأكلوا منين؟ 10 أو 9 من الأشراف السادة كانوا يطعمون هذا الجيش، قالوا الأكل بتاعكم علينا من أصحاب الأموال والإبل و... فكانوا ينحرون في يوم 10 وفي يوم 9 من الإبل، يوم يذبحوا 10 ويوم يذبحوا 9، يعني المتوسط 9.5 في اليوم مثلا، صح ولا ايه؟ تقريبا اليوم اللي يذبحوا فيه 10 ويوم يذبحوا فيه 9، كان هم بيذبحوا كل يوم 9.5. وطلعوا بسرعة وهم في السكة قابلتهم مشكلة. واحد فكر قال يا في بينا، هم طلعوا من مكة كده، المرة الجاية نرسم خريطة أوضح كده، هم طلعوا كده وهم في السكة افتكروا ان بين قبائل بنو بكر في السكة دي ثأر في طار، قالوا بس لبعني يقولنا من ورانا يحاربونا يقتلونا، اقف. لما نفكر نعمل ايه في الموضوع ده، نجزأ الجيش، روح جزء يروح يحارب محمد وجزء في الدفاع. فتبدى لهم الشيطان، ظهر. والشيطان نادر ما يظهر، في بعض الاحوال بس يظهر، يتبدى لهم في صورة سراقة ابن مالك، قال انا لكم جار من بني بكر لا يخلصون إليكم بشيء تكرهونه، لا يمسونكم بسوء، أنا أحميكم. وكان لما لسان يقول يعني أنا جار لفلان أنا بحمي فلان، خلاص كلمته تبقى نافذة. فلما حبوا يرجعوا الشيطان عايز يزقهم لحرب المسلمين، شوف الشيطان يكره المسلمين جدا، شيطان لعنه الله. تبدل في صورة سراقة، قال أنا لكم جار أحميكم، فإيه استمر. فتقدم ماشيين ماشيين وبسرعة. أبو سفيان فاكرينه لما بعث لهم برسالة مع ضمضم وكان واقف، عمل إيه؟ بدل ما ده طريق التجارة هو، لو انت شايف من الشام اهو، اللي شايف على الخريطة يستوعب. ابو سفيان وهو جاي كده اوغل ناحية الساحل، عرف المسلمين هيستنوا فين في بدر، بدر الاستراحة لازم هيعدوا عليه ينزلوا يستريحوا عندها هم هيعمل. فابو سفيان راح جاي سلك سبيل الساحل وعدى حتة بدر دي، وضحت؟ عدى بدر. لما عدى أبو سفيان أرسل برسالة أخرى عاجلة إلى قريش يقول لهم أما العير اسمع فقد نجاها الله. الله أبو سفيان يقول لهم أما العير فقد نجاها الله، لا قال لهم اللات ولا العزة ولا مناة ولا هبل ولا أي حاجة، لأنه تعرفين المشركين في وقت الشدة والكرب يدعون إيه؟ الله. فلهم ارجعوا أما العير فقد نجاها الله، ارجعوا. يا في شيطان تاني عايز الكفار يروحوا يحاربوا المسلمين غير الجني، شيطان الجني، في شيطان انسي ابو جهل لعنة الله عليه، قال لا والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فننزل فيها فننحر الجزور ونشرب الخمر ونسمع القينات فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. هنا حدث انشقاق في الجيش المكي، أبو جهل بيقول مش هنرجع، لازم نوصل لحد بدر ونذبح وناكل نشرب الخمر
ونسمع الأغاني. واحد اسمه الأخنس بن شريق سيد بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا حاجة لنا في الحرب. طب احنا نروح نعمل ايه؟ خلاص، أما العير فقد نجاها الله، نجد ليه نروح وليه نكمل الطريق؟ فرجع ومعه بنو زهرة، كانوا كام؟ 300. يبقى تفضل كام؟ 1000. كملوا مع أبو جهل لعنة الله عليه. طب نرجع للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه برضو بيبعت يتحسس الأخبار، شوف الأخبار إيه، القافلة راحت فين، القافلة عدت منين. فلما النبي تحسس الأخبار بعت اللي يقول الأخبار، عرف أن العير قد أفلتت وأن الجيش المكي في الطريق، فعرض هذا على أصحابه. العير عدت اللي احنا طالبين خارجين نطلبها، والجيش هو اللي في الطريق، ماذا نفعل؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.